وسط حضور كبير تحتضن دار الأسد للثقافة والفنون في اللاذقية فعالية لجمعية مميزون التنموية. تمام، جمعية مميزون للتنمية والسكان تهدف إلى إنشاء جيل مبدع بحب الشغل من خلال دمج الشباب اللي هن هلا أساس المجتمع، من تدريبات، هيدي التدريبات تحاكي واقعنا وتلبي متطلبات سوق العمل. الجمعية بلشت من شي سنة، بلشنا نشتغل على ورشات، وأهم هدف بجمعيتنا أن نحن نمكن ونخلي الشباب يفوق على سوق العمل بطريقة صحيحة، لأن مثل ما بتعرفي بتكون كتير هاي الأيام صعبة الدخول على سوق العمل، بده مهارات، بده شغلات هو بده إياها لحتى يقدر يفوت على سوق العمل، فنحن بنقدر نغطي له هاي الشغلات لحتى يقدر يفوت على سوق العمل هو مرتاح. طبعا اليوم مثل ما بتعرفوا مميزون هي عبارة عن جمعية عم تعنى بالشأن الاقتصادي، بالشأن المعاشي، بالشأن الحياتي، فإن شاء الله ولادة جديدة وإن شاء الله بتنضاف للجمعيات التانية اللي عم تقدم شيء لهالمحافظة. طبعا هذا يدل على شيء، بدل على البنية الصح اللي حاليا عم تصير. كجمعيات واجبنا ومسؤوليتنا انه ندعم كل الجمعيات اللي هلا عم تنوجد على الساحه لتوسيع العمل المجتمعي في نحن بحاجته بالمحافظه وبحاجته بوطننا، بحيث انه نحن نغطي كافه الفئات والاحتياجات المجتمعيه في هي المحافظه. تسعى الجمعيه الى توفير فرص عمل من خلال الشراكات المحليه والدوليه ودعم الشراكات الناشئه ورياده الاعمال.